بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه الله وبركته من الان والى الابد امين. سلام ونعمه ومحبه رب المجد يسوع معكم ايها الاحباء المباركين. الله يعطي كلمه عند انفتاح الفم بارشاد الروح القدس حتى نسمع كلمه الله المرسله لنا في هذا الصباح المبارك، ويعطينا الاذن الصاغيه والقلب المفتوح لسماع وقبول كلمته المقدسه، فنتمم قول الرب يسوع له المجد: طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونهم. لقائنا اليوم يا أحبائي كما تعودنا لرسالة الآحد تختلف عن الرسائل العادية أو في محور الرسائل العادية. رسالتنا اليوم مع الأحد الرابع من شهر بابا، وهو الشهر المتميز بمعجزات رب المجد يسوع له المجد. تكلمنا وقلنا طوال هذا الشهر الكنيسة تكلمنا عن نعمة الابن الوحيد يسوع المسيح الذي جاء لخلاص البشرية. فالأحد الأول كان معجزة شفاء الإنسان المفلوج وتطهيره من الخطية: يا ابني مغفورة لك خطاياك. الأسبوع الثاني كان عن معجزة صيد السمك وانجذاب السمك إلى الشباك. المعجزة الثالثة كانت الأحد الثالث شفاء الإنسان المجنون الأعمى الأخرس، وهو الإخراج الشيطان أو الانتصار على قوة الشيطان. والأسبوع الرابع اليوم يا أحبائي وهو يتكلم عن إقامة ابن أرملة نايين. وقلنا النفس التي تتطهر من الخطية تنجذب إلى رب المجد يسوع فيعطيها قوة السلطان على إبليس ويطرد إبليس من أمامه، وبالتالي يعطيها حياة جديدة وحياة روحية. وده لقائنا اليوم يا أحبائي مع هذه الأرملة الحزينة. كل من حولها لا يستطيع أن يصنع أي شيء سوى البكاء. وماذا يفيد البكاء؟ تقابل معها السيد المسيح له المجد، المعزي الحقيقي اللي قال عنه في أشعياء النبي: الذي يعزي كل النائحين، في أشعياء 61 وعدد 6. عشان كده جاء السيد المسيح يا أحبائي ليعطي رجاء وليعطي حياة وليعطي نجاة. الكلمة الأولى: جاء لكي ما يعطي رجاء. قال السيد يقول إنجيل معلمنا لوقا البشير أصحاح 7، وهذه المعجزة مذكورة من عدد 11 إلى 17: تحنن عليها فلما رآها يسوع تراءف عليها أو تحنن عليها وقال لها: لا تبكي. واللي تابع القراءات يا أحبائي نلاقي في إنجيل العشية أيضا تقابل السيد المسيح مع التلاميذ وهم في السفينة. في إنجيل معلمنا متى البشير أصحاح 14: وجاءهم في الهزيع الرابع من الليل، جاء إليهم ماشيا على البحر، اضطربوا قالوا إنه خيال، قال لهم: تشجعوا أنا هو، لا تخافوا. ليس غريبا وليس أول مرة نحن نسمع هذه الكلمة من السيد المسيح له المجد يا أحبائي: جاء لكي ما يعطي رجاء، لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك. بل وليس في شدائدنا وضيقاتنا، بل حتى في تجاربنا، حتى في خطايانا، في أشعياء النبي أصحاح 1 يقول لنا: هلما نتحاجج يقول الرب: إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض تصير كالثلج، إن كانت حمراء كالدود تبيض تصير كالصوف النقي. ليس عجيبا يا أحبائي في كلام السيد المسيح وفي خلاص السيد المسيح له المجد: جاء لكي ما يعطي رجاء. حتى في أوقات الحزن يقول لنا إن كما قال لتلاميذه: إني لا أترككم يتامى. لعل الترنيمة اللي كلنا حافظينها تقريبا يا أحبائي تقول لنا كده: مين أحن منك ألتجئ إليه، وفي كل ضيقي وتعبي أتكل عليه،
يا قاض الأرامل، يا أبو الأيتام، حلال المشاكل، صانع السلام. هذه المرأة يا أحبائي الأرملة وهذا الشاب وحيدها الميت ما هو إلا الكنيسة، تمثل الكنيسة، الكنيسة وهي تبكي على أولادها، وهي تقف أحيانا للأسف تقف مكتوفة الأيدي، مش قادرين نعمل حاجة لأولاد البعيدين. يا ما بنتكلم بس ما فيش حد راضي يسمع، يا ما بندعو ما فيش حد عايز يستجيب، وتقف الكنيسة مكتوفة الأيدي. هل يوجد من يعزيها؟ هناك رجاء، قال لنا الرب يسوع له المجد: أنا هو معزيكم. بس ده يا أبونا في حالة إنسان انتقل. طب ما يحمينا ربنا إن الإنسان البعيد عن الكنيسة هو إنسان ميت، لك اسم أنك حي وأنت ميت، لكن رب المجد يسوع جاء لكي ما يعطي حياة. الرجاء جاء لكي ما يلمس لمسة شافية، بنسميها اللمسة الإلهية، لمسة الحياة. لعل القديسة مونيكا اختبرت هذا الرجاء وعاشت بهذا الرجاء، لذلك سميت بأم ابن الدموع، سقيا امرأة لا يمكن أن يهلك ابن هذه الدموع. وبالتالي يا أحبائي لابد أن نحن ننظر إلى رب المجد يسوع، سواء في أحزاننا، سواء في تجاربنا، في خطايانا، في أتعابنا، في أمراضنا، في مشاكلنا، هو جاء لكي ما يعطي رجاء، أنا هو لا تخافوا. الكلمة الثانية يا أحبائي، عندما جاء لهذه المرأة الأرملة ثم تقدم ولمس النعش، لمسة حياة، لمسة إلهية، كل إنسان مننا يحتاج إلى هذه اللمسة، اللمسة الشافية. قال له: أيها الشاب لك أقول قم، لك أنت أقول قم. هو الراعي الصالح، هو يعرف خرافه، هو جاء قال كده في إنجيل معلمنا يوحنا البشير أصحاح 10 وعدد 10، سهل ان احنا نحفظ الآية دي: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنهي الطبيعة، أنهي حياة اللي احنا عايشينها يا أحبائي من غير المسيح؟ أنهي حياة احنا منتظرينها من غير المسيح؟ لكن هو وعدنا وقال لنا كده: لا، بدوني مفيش حياة، من لا يؤمن بابن الإنسان ليس له حياة، إنما اللي يتمتع بالمسيح له حياة أبدية. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها من أحد من يدي. الحياة الحقيقية يا أحبائي اللي احنا محتاجين إن احنا نراجع نفسنا، هل الحياة اللي أنا عايشة هي حياة حقيقية ولا حياة مزيفة ولا حياة عالمية دنيوية فقط؟ الحياة الحقيقية قال عنها رب المجد يسوع: أن يعرفوك أنت هو الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلتهم، في يوحنا 17 وعدد 3. عشان كده معلمنا بولس الرسول يدينا رسالة ويقول لنا كده، يقول لنا: خلي بالك، إن كنا نرجو المسيح في هذه الحياة فقط فنحن أشقى جميع الناس. بمعنى إن في ناس علاقتها بالمسيح فقط على الأرض مجرد علاقة، آسف في الكلمة، علاقة مصلحة، يعني لا يعرف المسيح إلا وقت الامتحانات، لا يعرف المسيح إلا وقت الضيقات، لا نعرف المسيح إلا وقت الأوبئة، لا نعرف المسيح إلا وقت الأزمات، وتنتهي الحاجات دي كلها لا عرفنا المسيح ولا حتى كأننا تكلمنا مع المسيح. إن كنا نرجو المسيح في هذه الحياة، لا، الله لا يريدنا إن احنا تكون علاقتنا به مجرد علاقة أرضية فقط. إن كنا نرجو المسيح في هذه الحياة فقط نحن أشقى جميع الناس. ما أسعد النفس التي تحيا مع المسيح وبالمسيح وفي المسيح. ما أسعد أن تحيا النفس البشرية، كل واحد مننا، مع المسيح صلبت، وبالمسيح لي حياة، وفي المسيح
لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. الكلمة الأخيرة يا أحبائي، ما دام لي حياة في المسيح فبالتالي أنا لي نجاة. افتقد الله شعبه في يقول كده في تسبحة زكريا الكاهن ابن أبو يوحنا المعمدان، آسف، يوم ما نطق بلسانه انفتح ونطق بهذه التسبحة، يقول كده في إنجيل معلمنا لوقا البشير أصحاح 1: مبارك الله أبو إسرائيل الذي افتقد وصنع خلاصا لشعبه. افتقد الله شعبه أو صنع فداء لشعبه. ليس غريبا أن السيد المسيح صنع كل هذا يا أحبائي من أجل أن يعطينا نجاة، من أجل أن يرجعنا مرة ثانية إلى الأقداس بدم صليبه. ليس غريبا يا أحبائي لما نقول كده في القسمة الإلهية، لما كان الموت في طريق خلاصنا قبلت أنت يا رب وجيت ودفعت الدين عننا. أحبائي خلينا نفكر النهاردة، هل أنا مثل هذا الإنسان الميت ليس لي حياة مع المسيح؟ هل أنا مثل هذه الجموع اللي قال عنها السيد المسيح في يوم من الأيام: دع الموتى يدفنون موتاهم؟ إذا كنا نحن في طريق الموت فماذا نفعل؟ هل نستمر في طريق الموت أم نلتصق بإلهنا اللي جاء يعطي نجاة؟ أعطانا حياة وأعطانا نجاة، كيف نظل في طريق القبور وكيف نظل في طريق الهلاك يا أحبائي؟ معلمنا بولس الرسول في أعمال الرسل أصحاح 13 وعدد 38 و39 يقول كده: فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا. ينادى لكم بغفران الخطايا. الكلام حلو يا أبونا، لكن للأسف التنفيذ صعب. التنفيذ عند البعض يقول كده، قال معلمنا بولس الرسول: الإرادة قوية، أنا نفسي أن يكون لي حياة، نفسي أن يكون لي نجاة، ولكن أن أفعل الحسنى فلست أجد. في رومية 7:18 خدعة من خدع إبليس، أنك أنت مش هتقدر تستمر، أنك أنت مش هتقدر تعيش الحياة دي مع المسيح. عثرة أو عقبة وضعها الشيطان أمام كثيرين منعهم من الدخول إلى التوبة، في حين لو عرفنا يا أحبائي أن التوبة ليست مجرد كلمات، أن التوبة ليست مجرد حكاوي، أن التوبة هي إرادة عزيمة. طب أنا مش قادر، تعال سلم نفسك ليه، تعال إلقي بنفسك عنده عند الصليب. يقول كده معلم أحد الآباء: التوبة ما هي إلا السقوط في يد الله والارتماء عند قدميه في إرادة ضعيفة وقلب جريح. اختبر معلمنا بولس الرسول يقول كده: حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. قوة الله هي دايما للإنسان يا أحباء الضعيف، الإنسان الشاعر نفسه ما عندوش قوة، ما عندوش إرادة، الإنسان المتضايق، الإنسان المظلوم أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي قوينا. كثيرا يا أحبائي ما نرى يد الله تنقذنا من الموت، من المرض، من الأحداث، من الحوادث، من الضيقات، من تجارب. نمجد الله ونشكر الله، بس للأسف في لحظتها وبعد ما خلصت لا صمنا ولا إيه ولا صلينا، زي ما بيقول المثل العام، بعد ما انقضت الحاجة لا صمنا ولا صليت. بدل ما نغير الطريق بتاعنا ونرجع للمسيح ونشوف أن الله لينا والله جاء عشاننا، للأسف بنعبر عنه وبنمشي وما زلنا نسير في الطريق المؤدي إلى الموت. يحمينا ربنا أحبائي لا نكون في طريق الموت بل في طريق الحياة الأبدية. الله يعلم أننا بشر ضعفاء،
الله يعلم أن طبيعتنا طبيعة ساقطة تحمل الخطية، تحب الخطية وتميل إلى الشهوة، لكن لا ينتقم مننا بقدر ما أنه يستنانا عشان نرجع حينما نسقط لكي ما يعطف علينا. أخيرا يا أحبائي، قصة سريعة كده. في يوم من الأيام أحد الوعاظ ده مشى يزور أحد البلاد وتقابل مع إنسان مريض راقد على السرير بتاعه لمدة من عمره 15 سنة، كان راقد على السرير بتاعه لمدة 40 سنة طريح الفراش. طبعا كل ما كان يجي يتحرك للأسف يتألم ألم شديد. فكان الواعظ ضي كان بيقول له كده: يا ممكن أسألك سؤال؟ يا ترى في يوم من الأيام هل شكيت في محبة الله؟ هل ظنيت في الله إنه فعلا إله قاسي؟ لما كنت بتتألم وكنت بتشوف، هل شكيت في يوم من الأيام في محبة الله لي؟ ما قلت إنه الله كان ممكن إنه هو ينقذني. الحصل إنه هو وقع وتكسر ظهره، حصل فيه كسر وحصل فيه عجز بالنسبة لي جسده، عشان كده بقى طريح الفراش. قال له كده: يا ترى في يوم من الأيام لما كنت بتشوف أو بتسمع إن أصدقائك وأصحابك كانوا راكبين العربات وبيمشوا عادي، ما فكرتش في يوم من الأيام إنه شكيت في صلاح الله وقلت ليه ربنا يعمل معي كده وليه أنا بالذات؟ قال له هذا الشاب، قال له كده: أبدا لم أشك في يوم في محبة الله أو في صلاح الله أو في أبوة الله. قال له: كنت بتعمل إيه؟ قال له كده: لا أفعل شيئا سوى أن أجري إلى الصليب، إلى الجلجسة، وأرى المسيح على الصليب بجراحاته، وأقول له كده وبص وأقول له كده: شوف الجراحات اللي أنا فيها، أشير إلى الجروح اللي أنا فيها، وكما أبص للجروح اللي في إيدي وقدميه، وأبص للجروح اللي فيها وأقول له كده: أبعد كل هذا لا تحبني؟ بالتأكيد أحببتني فضلا محبة أبدية أحببتك. هكذا ينظر الإنسان إلى آلام سيده وفاديه ومحبته، وبالتالي ينسى آلامه، وبالتالي يغلب العدو الشرير. جاء الرب المجد يسوع ليعطينا رجاء، ليعطينا حياة، ليعطينا نجاة. ليت كل إنسان مننا يسمع هذا الصوت ويضع اسمه بدل هذا الشاب، ويقول له كده، يسمع صوت المسيح اللي يقول له: يا فلان، اليوم لك أقول قم أيها النائم من بين الأموات، فيضيء لك المسيح وتصير لنا حياة أبدية. له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد. آمين.